نرحب بيك يا فندم على قناه تن تي في، ومبسوطين بوجودك معانا على قناه تن. خلينا نتكلم يا فندم عن ان النهارده اليوم الثاني لسير العمليه الانتخابيه. خلينا نتكلم عن رؤيه حضرتك ووجهه نظر حضرتك في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسيه. كلمنا يا فندم عن شفت المشهد الانتخابي ازاي لحد دلوقتي. الاخبار جيد، ما فيش مشاكل، ما فيش شكاوى، وان شاء الله نستكمل اليوم الثالث، وعشان تبتدي بعد كده الاجراءات الخاصه حتى يتم الفرز وتعلن النتيجه ان شاء الله باذن الله يوم 18. احنا دلوقتي يا فندم المواطنين شايفيننا وعلى الهواء مباشره، عايزين نتكلم عن قد ايه يا فندم شايف سير العمليه الانتخابيه، الجمهور مبسوط وفرحانين بان في حق للاقتراع وديمقراطيه في اختيار العمليه الانتخابيه ما بين حضرتك والثلاث مرشحين الاخرين؟ احنا الاول الدعوه للمشاركه وحسن الاختيار، وهو الاختيار ما بين المفروض ما بين برامج، واحنا عارضين برامجنا وطرق الحل في المشاكل مصر اللي بنرى ان من رؤيتنا وبرؤيه علميه وتحليل علمي كيف ستكون مصر بعد ان شاء الله بعد الانتخابات، اذا قدر اننا كنا ان شاء الله الناجحين.